كلمة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، استمتعوا، ما عندنا خسارة، نحن دائما قدام، واليوم نحن بملحمة عربية إسلامية قوية بعيد عن كل أنواع كرة القدم. اليوم نعيش أسرة واحدة، بعد فوز السعودية اكتشفنا أن العرب والمسلمين قلب واحد. كيف شايف الأجواء؟ الأجواء رائعة صراحة، والتنظيم رائع، وكل شيء في البطولة رائع صراحة. توقعاتي 1-0 للسعودية، وبإذن الله فرح تاهل اليوم. وفد العربية إلى الدوحة التقى أثناء تغطية ومتابعة الجماهير السعودية بطفل سعودي مشجع لديه موهبة التقليد. نتابع. شو توقعاتك اليوم؟ اثنين واحد للسعودية، وبقلد معلق. قلد معلق، يلا بقلد فهد عتيبي. تفضل. هذه كوبا جابي لاد ياسف الشهباني، ياسف الشهباني لسالم الدوسري، سالم الدوسري الضياب، يا صالح صالح الشبي والضياب، الله يا صالح. ومن الدوحة ينضم إلينا موفد العربية عبد المحسن الحربي وليث بزاري. عبد المحسن، من الملعب فيما أعتقد الأجواء كيف تتابع الآن، وكذلك ليث ربما في ساحات الملعب. أبدأ معك عبد المحسن. نعم خالد، في الحقيقة لم أسمع سؤالك، ولكن إذا سمحت لي أن نتحدث عن الوضع العام. يوم يبيضها وإن شاء الله، لكن فلك لعبوا عليه ومسكوا إن شاء الله. كما تشاهد أيضا حتى مؤازرة عربية فأقول أيضا في هذا استاد الملعب بعض اللاعبين ذوي الطراز العالي لدى المنتخب البولندي. خلينا نشوف الأجواء عند ليث بزاري، أيضا هو تواجد في محيط الملعب. ليث تفضل. نعم خالد، قبل قليل تكلمت في النشرة عن أن الصين وكورونا، ولكن هنا في هذا استاد في ملعب المدينة التعليمية هنا في الدوحة أتت سيدة من الصين لتشجيع المنتخب السعودي، تخيل، وهي تتكلم الإنجليزية، ويوجد شخص سعودي معها أيضا يقوم بتكلم الصينية لترجم لها ما تقول. خلينا نسمع. لماذا أنت هنا؟ Hello 大家好，我是来自中国国金黄金的王莹欣，很高兴把这个幸运金球带给大家。 طبعا خالد أنا وياك مش فاهمين، ولكن ما أكيد زميلنا وصاحبنا راح يترجم لنا. من الصين عشان تشجع وتهدي للجميع حسن الحظ، وعندها كرة هنا تقول أي أحد يسحب منها يعطيها حسن الحظ إن شاء الله من المنتخب. نعم الأجواء كما تشاهد، شكرا لكما. الأجواء كما تشاهد خالد، يعني الجميع ويرز ميسي، قرأت قبل شوي ويرز ميسي، هي الأشياء الكبيرة التي نشاهدها هنا، ويوجد الكثير من الجمهور الذي يعني يقول أن قد يكون الفوز في هذه المباراة للفريق السعودي 3-1 أو 3-0، والجميع هنا يعني الحماس لم أشاهد. الشباب اللي عندك إن شاء الله أنهم متفائلين بنتيجة المباراة، خلينا نسمع. فرنسا وكرواتيا ولم نشاهد هذا الشيء. إذا تأخذ لنا أكثر من شخص يعطينا توقعاته للمباراة. نعم. خلينا نسأل هذا الشاب الموجود. سليمان. من وين جاء؟ من أي منطقة سليمان؟ القصيم. ونعم. نعم. شو متى وصلت إلى الدوحة؟ أمس. لا اليوم. اليوم يعني صحيت بكير مشان تكون معنا اليوم بالمباراة. برأيك مين رح يفوز بالمباراة وكم العدد؟ بلجيب. عفوا؟ بولندا بلجيب. بولندا بالجيب، هذا اللي سمعنا كثيرا في المنطقة. طيب أنت كيف بتشجع فريق بلدك المنتخب السعودي؟ كيف بتشجع منتخبك؟ شو بتسوي؟ أهم شيء الروح. أنت فايت على خليه يغني، خليه يسمعنا شيء كده. مزوجة وغني. حافظ بعض الأناشيد للمنتخب الأخضر السعودي، أناشيد هتافات، يلا سمعنا شو بتطلع معك. من دوحة جينا بكل مدينة، والفوز بإذن الله بإذن الله لينا. بس
هذا ما يحصل. شكرا لك، شكرا. على كل حال الجميع متحمس، يعني كثير شفت من الموجودين، ما شاهدته الكثير من يقول اكيد في الجيبه، مش بس هذا الطفل، كثير من الموجودين ان كانوا اطفال او رجال او كبار في السن يا خالد يتوقعون ومتاكدون ان السعوديه والعلم السعودي سوف يرفع في هذه في هذا البلد العربي على الارض العربيه وسيفوز في هذه المباراه ان شاء الله، ويمكن ان يربح الكاس، لما لا؟ ان شاء الله. نقول اجواء حماسيه، اجواء متفائله ايضا من محيط الملعب، ملعب مباراه المنتخب السعودي مع بولندا، بعد يعني ساعة وعشرين دقيقة تقريبا تبدأ هذه المباراة، مباراة مصيرية، مباراة تاريخية، خاصة بعد فوز أيضا تاريخي ومهم على الأرجنتين. كل التوفيق لمنتخبنا السعودي، كل الشكر لكم، وإن شاء الله نرجع نلتقيكم أيضا في نشراتنا اللاحقة وأنتم محتفلين بالفوز إن شاء الله. شكرا لك ليث، وشكرا أيضا عبد المحسن. يا الله يا الله يا رب.